في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي نفى أي معرفة له بما حدث للمواطن السعودي في إشارة للصحفي جمال خاشقجي. وأضاف ترامب أن سلمان أبلغه أن السعوديين يتعاونون مع تركيا للتوصل إلى حقيقة ما حدث. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفيد على الفور وزير الخارجية مايك بومبيو للقاء الملك السعودي. من اسطنبول الآن ينضم إلينا أحمد غنام مراسل التلفزيون العربي. مرحبا بك أحمد. هل دخل فريق التحقيق التركي فعلا مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول؟ بدر، حسب مصادر في الخارجية التركية أكدت أن الفريق التفتيش المتخصص بالبحث عن الأدلة الجنائية وآثار الجريمة سيدخل مساء اليوم، لكن حسب بعض وسائل الإعلام المقربة من الحكومة أكدت أن لجنة العمل المشتركة التي كانت مجتمعة مع نظيرتها التركية داخل مديرية أمن إسطنبول قد انتهت بعد اجتماع طال لأكثر من ساعة تقريبا، وهم بطريقهم إلى التوجه إلى هنا إلى مبنى القنصلية السعودية من أجل البدء في التفتيش. فربما خلال الدقائق القليلة القادمة ربما يصل فريق التفتيش، وربما هناك تطورات جديدة وتعاون مشترك أو تعاون جديد بين الجانبين السعودي والتركي. لطالما منذ أسبوع ونحن ننتظر وصول هذا فريق التفتيش من أجل تفتيش مبنى القنصلية ومبنى مكان إقامة القنصل السعودي. حسب بعض التصريحات الرسمية التركية أكدت بأن التفتيش سيشمل أيضا سيارات البعثة الدبلوماسية بكاملها وكذلك مبنى البعثة الدبلوماسية بشكل كامل دون استثناء، وباستخدام جميع الأدوات والمواد الضرورية من أجل الكشف عن آثار الجريمة والأدلة الجنائية. بالتوازي مع عملية التحقيق هذه التي يفترض أن تتم مساء اليوم، هناك معلومات عن وصول عدد من المسؤولين الكبار السعوديين إلى تركيا. سمعنا عن الأمير خالد الفيصل كان وصل قبل أيام، الآن نسمع أيضا عن رئيس الاستخبارات السعودية يصل إلى تركيا للتفاوض أو للحديث إلى نظرائه الأتراك. ما المعلومات المتوفرة حول هذا؟ بالواقع بدر، لا يوجد تصريحات بشكل كافي منذ بدء هذه القضية واختفاء جمال خاشقجي. التصريحات من الجانب التركي طي الكتمان، لا يوجد بيانات، إنما كنا نعتمد فقط على التسريبات التي تتم من قبل الأمن التركي أو الشرطة التركية لوسائل الإعلام المقربة. لكن لجنة العمل المشترك لم يتم الكشف عن ماهيتها فيما إذا كانت تضم محققين أو أمنيين أو رجال دبلوماسيين أو سياسيين، لأنه طالما كان هناك إعلان وكشف من الجانب السعودي من القنصلية السعودية بوصول فريق أمني للتحقيق في قضية جمال خاشقجي بالتعاون مع نظيرهم التركي، ثالث يوم لاختفاء جمال خاشقجي ومن ثم تبعه وصول اللجنة العمل المشتركة التركية السعودية، فبالتالي ربما تحمل هذه اللجنة المشتركة بعض الأسماء على أعلى مستوى في القيادة أو في النظام السعودي من أجل رأب هذا الصدع أو هذه الأزمة واحتوائها بشكل أكبر من أجل عدم الحرج لكلا الدولتين تركيا والسعودية أمام الرأي العالمي والدولي، سيما في ظل هذا التفاعل الدولي مع قضية اختفاء جمال خاشقجي ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض الدول الأوروبية، سيما أيضا كان هناك بعض الإعلانات من قبل من بعض أجهزة الاستخبارات الأوروبية التي أكدت فيه مقتل جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية، وكانت هناك أيضا تسريبات تركية تؤكد بأن جمال خاشقجي تعرض للتعذيب ومن ثم القتل بشكل وحشي داخل مبنى القنصلية. وهناك أيضا كانت بعض وسائل الإعلام التركية التي تحدثت خلال اليومين الماضيين بأن كان هناك حركة غير طبيعية في مبنى القنصلية السعودية هنا خلفي، رغم أن يوم السبت والأحد هو يمثل عطلة رسمية في تركيا، لكن كان هناك دخول لبعض الحقائب برفقة مدنيين يعتقد أنهم سعوديون. وهناك أيضا بعض الأخبار التي كانت تتحدث عن إخفاء عملية إخفاء للأدلة الجنائية داخل مبنى القنصلية، وذلك بطلي بعض جدران القنصلية وكذلك باستخدام بعض مواد التنظيف بكميات كبيرة جدا، وهذا ما رأته بعض الصحافة التركية وأكدته في بعض بياناتها. شكرا جزيلا لك أحمد غنام مراسل التلفزيون العربي في اسطنبول.